السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. فكما شفتوا من العنوان، الجولة ديال اليوم غادي تكون في مدينة إيموزار كندر. إيموزار كندر واحد المدينة اللي كتواجد على سفوح جبال الاطلس المتوسط في اقليم سفرو، واللي تابعة جهويا لجهة فاس مكناس. هاد المدينة اللي معروفة بجوها المعتدل وبالطبيعة ديالها الخلابة، إذ كذلك هاد المدينة بمياهها العذبة، وكتعتبر عين سلطان من اهم العيون اللي كتواجد في مدينة إيموزار كندر. ودابا نخليكم باش تكتشفوا معنا هاد المدينة، فرجة ممتعة. Thank you.
والفيديو ديالنا وصل لنهايته، نتمنى يكون عجبكم وتكونوا اكتشفتوا معنا هذه المدينة الرائعة، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.